في 2023 الصندوق المشاركة الفاعلة في التجهيز والإعداد للمناسبات الوطنية 26 سبتمبر 14 أكتوبر 30 نوفمبر. أيضا تمويل مشروع اللوحات الإرشادية لشوارع مأرب والذي يضفي لمسة جمالية على شوارع مأرب والكثير الكثير لا نستطيع أن نحصيها في هذه المقابلة. أيضا لا زال الصندوق يواجه التحديات من خلال النزوح المستمر إلى محافظة مأرب من خلال إعداد الخطط الطارئة والحملات النظافة الطارئة التي نعالج بها المخلفات المتراكمة في بعض المناطق بسبب النزوح وأيضا التوسع العمراني. طموحنا في 2024 طموح كبير إن شاء الله بإذن الله، ومثل ما كان 2023 مليئا وحافلا بالأنشطة إن شاء الله بإذن الله أن يكون 2024 حافلا أيضا بالأنشطة التي تعود على بالنفع على المجتمع إن شاء الله بإذن الله، ويكون لها أثر في مدينة مأرب وفي محافظة مأرب بشكل عام. وأتمنى أن يتواصل التفاعل المجتمعي مع أنشطة الصندوق يعني في 2024 حتى نحقق يعني فعلا الشعار الذي رفعه الصندوق في 2023 مدينتي أجمل. خلال العام 2023 تم الإنجاز العديد من الأعمال في مجال النظافة والتحسين، فقد تم في إنجاز في أعمال النظافة رفع مخلفات الصلبة بكميات 273 ألف طن مخلفات صلبة، إضافة إلى أعمال رفع ونقل المخلفات السائلة من المدينة، إضافة إلى مخيمة النازحين 310 ألف متر مكعب من المخلفات السائلة. وكذلك تم في أعمال التحسين العديد من الأعمال، منها في مجال الرصف فقد تم رصف بلاط أنترلوك في الشوارع الرئيسية بكمية 16 ألف متر مربع بلاط أنترلوك، إضافة إلى أعمال رصف الحارات الداخلية للتقليل من الأثر البيئي ومخلفات الأتربة فقد تم رصف 11 متر مربع مخلفات مناشير للحارات الداخلية. وكذلك تم تغذية الأشجار في شوارع المدينة بكمية، وتم نقل المياه وتغذيتها بكمية 260 ألف متر مكعب من المياه، إضافة إلى أعمال صيانة الإنارة شوارع مدينة مأرب، وقد تم إضافة تنفيذ أعمال إنارة قصر التنمية وشارع الهيا ودوار الشهيد شعلان بكمية أعمدة إنارة 90 عمود إنارة. وفي العام 2024 سيتم إنجاز العديد من الأعمال التي سيتم استكمالها، منها مبنى سكن عمال النظافة إضافة إلى مبنى الإدارة العامة والصندوق وتنفيذ حديقة عامة إن شاء الله، إضافة إلى أعمال الرصف وتحسين عجم الشوارع الجديدة منها شارع المطار الجديد وشوارع الروضة إن شاء الله. شهودا على الى ان البدايه واحده ولكن النهايات مختلفه. هذه القضاء الدفعه 24 اقول لكم انه في مجتمع بنظره مختلفه وفقا لذلك الشعار، ولهذا وتبيت نوما وتبقى بعد ذلك يا اخي الحضور الكريم الاخوه والاخوات الكبار، وينتعش الاستثمار فالقضاء هو الكافل والضامن، وان عليكم الالتزام بالتقرب والحياد والاستقلال والحرص على التحلي بذلك. هذه المؤسسه القضائيه الاكاديميه التي تمكن كل التحديات والصعوبات التي نمر بها التي تجللت بما نراه اليوم مكتسبا قضاء الدفعه 23 بجزيل الشكر بالقرار الصادر مؤخرا وبناء الكادر الوظيفي المؤهل. القاضي جمال محمد عمر يرحمه الله.
نحتفي في هذا اليوم بحدثين هامين، أولهما تخرج الدفعة 23 من المعهد العالي للقضاء لعدد 286 قاضياً، والذي صدر بهم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمنحهم الولاية القضائية وتعيينهم بدرجة وكيل نيابة باء، والذي سيعقبه مباشرةً توزيعهم والتحاقهم بالنيابة العامة وممارسة مهامهم القضائية، وهي أول دفعة تقبل وتدرس وتتخرج في المعهد العالي للقضاء بالعاصمة عدن، دفعة المرحوم القاضي جمال عمر وزير العدل الأسبق طيب الله تراه. هذه البطولة قبلها عممنا على المديريات ببطولتين، البطولة الأولى للناشئين والبرائم والأشبال، أن تقام في كل مدرسة بطولة للأشبال والناشئين والبرائم، ثم عممنا بعد شهر أن يقيموا بطولة للمدارس للمديريات، أرسلنا تعميم المديريات يكون بطولة لجميع المدارس والمديريات ويختاروا منتخب المديرية، المنتخب المديرية هذا الذي يمثلهم اليوم في البطولة، بطولة المحافظة التي من خلاله سنختار منتخب المحافظة الذي يمثل المحافظة في المنافسات الخارجية. البطولة الرياضية المدرسية لكرة القدم هي الغرض منها أولاً صقل القدرات والمواهب الرياضية لدى أبنائنا الطلاب، واكتشاف المواهب الرياضية من خلال اكتشاف اللاعبين وقدراتهم الرياضية، كذلك هو عملية احتضان لأبنائنا الطلاب من عملية الانجراف وراء السلوك الخاطئ أو الانجراف نحو الانهيار النفسي والعقلي والبدني، ولذلك نحن نعمل على إيجاد البطولة، يعني على إيجاد هذه القدرات أو المواهب أو صقلها للوصول إلى إيجاد منتخب مدرسي يمثل محافظة مأرب على مستوى الجمهورية. يلا يلا يا رب من كل شر.